نورهان تليفونات ما بدي. أهلا وسهلا سليم. أهلين فيكي فايزة. بابا اليوم دقينا لك كتير وما رديت، أما نشغل بالة عليك. بالله؟ منيح، أمك ما فيها تعيش إذا ما نشغل بالة. من الصبح لوين رحت؟ يعني أنت رحت لعندهم، بس لا تقول إنه رحت لعندهم على البيت. أي بيت؟ شو اللي عم يصير؟ فايزة لا تبلشي لو سمحتي. ما رح بلش بنوب. شو بدك بالماضي يا سليم؟ أختك راحت وماتت، عيلتها هلأ شو بدك فيها؟ إذا ناريمان طلبت إني أعطيها حصة إمها بالميراث ما رح أرفض. أوعى، أنا ما بقبل، عم تفهم؟ لا لو سمحتي. شوفي ناريمان بدها تاخد حق المسروق. إذا بتساوي هالعملة هي ما رح تخلص أصلا من نيفين بنتك، مو أنا وبس. ناريمان حياتنا ما لازم تدخلها أبدا سليم، أنا عم بترجاك بنفسي اليوم. بعد عن هالفكرة، شيلها من بالك. بس أنا رحت وحكيت مع ناريمان. ما رح اسمح لك تعطي ناريمان حق بناتي أبدا. شو عم بيصير هون؟ إذا منطلع بابا وماما. بابا يلي سمعته بأداني هلأ مزبوط؟ نيفين ناريمان بنت أختي الوحيدة الميتة، والورثة المفروض هي من نصيبها. معقول اليوم تذكرت مسؤولياتك؟ ماجد وناريمان صاروا عشاء وهلأ عم تحكي هالحكي؟ ما حدا ملاحظ شو عم بيصير فيني أبدا. رؤي لهالوقت ما في شي بنوب نيفين، أبوك هالمهزلة بده ينهيها، مو هيك سليم؟ بس ناريمان ضلت عم تلف وتدور حوالين ماجد وهي عم تمثل وتتمسكن. الله يلعن هالشغله كلها، من وين طلعت لي هي؟ نيفين هدي اعصابك. ما رح اهدى، ما رح اهدى. ايه ليلى خانم؟ نعم سليم بك، لازم يشوف لي هالمستندات. بس هاتي الملف. مو ظابطه، هدول الوراق خاصين. انتي استني حتى تهدى الحاله وخبريني فورا. نيفين بكفي بنتي، بكفي. بدكم تجيبوها على الشركة؟ ناريمان بدها تضل واقفة بوشي كل الوقت يعني؟ بنتي هلأ رؤي شبكي؟ ناريمان ما طلبت شي من حصتها ورفضت تستلم ورثتها حتى. والله منيح، شي حلو والله، هيك كتير ارتحت وطمن بالي أنا. معناته ما قصرت ناريمان والله بقى، وهي عيونها ما تفتحوا لليوم وهيك عم تعمل فينا. أمي ناريمان رح تجيب آخرتكم وآخرتنا كلنا. ناريمان خطيرة علينا، مو شايفين الخطورة؟ شكرا بابا. منشان هالحية بدك تتركني مثل ما ماجد تركني. نيفين انت مبسوط؟